السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، تخبر عن شيء من صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كم قميصه، والكم معروف، هذا كم القميص الذي يسميه الناس اليوم ثوبا، كان إلى الرسغ، يعني لا يتعداه. والرسغ هو مفصل الكف عند العظمين الناتئين هنا، لا يزيد عنه. واستدل به المؤلف رحمه الله على أن مجاوزة ذلك، يعني من يطيل كمه ويتعدى الرسغ، أنه لا يجوز. وهذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم. أولاً لضعف هذا الحديث، فإن أكثر علماء الحديث ضعفوا إسناده. والأمر الثاني أنه حكاية فعل، وليس فيه تنصيص على أن مجاوزة الرسغ أنها حرام، والله أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء. جر ثوبه يعني زاد عن الكعبين بحيث يتجاوزهما إلى الأرض فيمس الأرض، أو يتجاوز ذلك. ثوبه، المراد بالثوب يعني سواء كان قميصا أو إزارا، يعني سواء كان قميصا أي قطعة واحدة يلبسها الإنسان، أو إزارا يستر جزءه السفلي. فكل ذلك محرم، أن يجره المسلم أي يزيد فيه على عن حد الكعبين خيلاء. قال: لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي نظر رضا ورحمة، وهذا يدل على أنه من الكبائر والعياذ بالله. فقال أبو بكر رضي الله عنه، من حرصه على أن يعرف حكم الله، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. يعني يسترخي يعني ينزل، يعني هو في الأصل ما وصل إلى الكعبين، لكن لأن أبا بكر رضي الله عنه كان نحيل الجسم، فكان إزاره لا يثبت عليه، فيسترخي يعني ينزل حتى يصير أسفل من الكعبين، فخشي أن يكون داخلا في هذا الوعيد. يعني قال: أنا أحتاج أن أتعاهده، يعني أن يشده ويرفعه، كل مرة يرفعه ويشده عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وهذا يدل على أن ظاهر الحديث على أن المحرم هو ما إذا فعل ذلك خيلاء، لكن يأتي في حديث آخر ما يدل على أن مطلق
الإسبال عن الكعبين أنه هو في نفسه خيالاء، أنه هو في نفسه خيالاء، فيدخل في عموم التحريم، والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ومعنى بطرا أي عجبا وتعاظما وزهوا وخيلاء والعياذ بالله. وهنا التنصيص على الإزار وفي الذي قبله على الثوب، وقد قلنا إن الحكم يشملهما، أي سواء كان قميصا أو إزارا، كل ذلك يجب أن يكون فوق الكعبين. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. ما أسفل من الكعبين، يعني ما زاد عن حد الكعبين من الثوب أو من الإزار، ففي النار. ففي النار قيل معنى أن الذي أسفل من الكعبين هو الذي يكون في النار، وقيل يعني فصاحبه يعذب في النار، والله أعلم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال، أي الراوي: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني كررها ثلاث مرات لتنبيه الناس على حكم مهم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني الذي يرخي ثوبه أو إزاره حتى يتجاوز الكعبين، والمنان، المنان هو الذي يحسن أولا إلى الرجل ثم يتبع إحسانه بالمن، يؤذيه، يعني يقول: تذكر أنا ما ساعدتك أولا؟ تذكر لما وقفت معك؟ ألا تذكر لما أعطيتك؟ فيتبع صدقته بالمن والأذى، هذا معنى المنان. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بائع يبيع فيحلف أن سلعته جيدة وهي ليست كذلك، يريد أن يشتريها الناس، لو عرفوا أنها ليست جيدة ما يشترونها، أو يحلف أنه اشتراها بكذا وكذا، يقول: هي علي بكذا وكذا، أنا ربحي فيها فقط درهم أو درهمان، ويكذب في هذا، أو يحلف أنه أعطي فيها كذا وكذا، يقول: هذه أعطيت فيها ألفا وما بعتها فهي لك بتسعمائة، ويكون كاذبا في ذلك، فهذا أيضا محرم. بل هذه الثلاث الأمور من الكبائر: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم نظر رضا ورحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهو حديث صحيح صححه كثير من الأئمة، منهم النووي والذهبي والمنذري، ومن وحسنه شيخ الألباني وغيرهم من العلماء رحمهم الله. فنص هنا على أن الإسبال يكون في الإزار ويكون في القميص وأيضا يكون في العمامة، يعني إذا جاوزت العمامة الحد المعتاد، والمعتاد في العمامة أن تكون إلى منتصف الظهر مثلا، فإذا جاوزت منتصف الظهر زادت عليه الحاجة، وحينئذ تكون من باب الخيلاء والسرف فيكون حراما. قال: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا كان في أول قدومه المدينة، جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه، لما قدم من قومه في نجد
إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله ويصدرون عن رأيه، يأتمرون بأمره ويرجعون إلى كلامه، فسأل فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، يعني قال له جابر، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، يعني قالها مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بقوله تحية الموتى يعني عند أهل الجاهلية حين كانوا يحيون الموتى، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه كان يقول أو أمر أن يقال عند زيارة الموتى المسلمين: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قال: قلت أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. كلمة الذي ترجع إلى لفظ الجلالة، يعني صفة لله سبحانه وتعالى، يعني يقول: أنا رسول الله، الله الذي أصاب إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإذا أصابك عام سنة يعني قحط وجد فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة، أرض لا نبات فيها ولا ماء، أو فلاة صحراء ليس فيها ماء، فضلت راحلتك يعني ضاعت فدعوته ردها عليك. قال: قلت اعهد إلي، يعني أوصني. قال: لا تسبن أحدا. يقول جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وانظر إلى استجابة الصحابة رضي الله عنهم وعملهم بالنص الشرعي من حين يعلمون به. يقول حين قال له: لو تسب أحدا، لم يسب أحدا من الآدميين ولا حتى من البهائم. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تستهن بأي شيء ولو قل أن تتصدق به، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، يعني بالبشر والاستبشار والتبسم، إن ذلك من المعروف الذي يحث عليه الشرع. وارفع إزارك إلى نصف ساقك، إلى النصف الساق، هذا الشاهد الآن، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، يعني يكون الإزار إلى منتصف الساق. وهناك حال أخرى يجوز فيها من حيث الجواز، يعني بمعنى أن القدر المستحب هو إلى منتصف الساق، وهناك قدر جائز وهو أن يكون إلى الكعبين، فوق الكعبين. قال: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وهنا نص على أن إسبال الإزار، أن يتعدى حدود الكعبين، أنه من المخيلة، أي من الخيلاء والكبر. قال: وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. يقول: إذا أحد سبك أو عيرك بشيء وأنت تعلم أن هذا الشيء الذي عيرك به هو موجود فيك، فلا تعيره بما تعلم أنه فيه. لماذا؟ قال: فإنما وبال ذلك عليه، يعني الإثم حاصل عليه، فلا تقع أنت في الإثم، فلا تعيره بشيء ولو كان هو فيه. وأما السب، أن يرد السب بسبة مثلها فقد جوزه كثير من العلماء، استدلالا بقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلو قال له مثلا: أخزاك الله، يرد عليه يقول: بل أنت أخزاك الله.
لكن السكوت لا شك أنه أحسن وأفضل، ويكون له الأجر يوم القيامة، يأخذ من حسنات هذا الذي سبه، أو يؤخذ من حسنات المسبوب ويوضع على السب، فهو خير له من أن ينتقب للنفس في الدنيا. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، وهو طرف القميص المرأة من أسفل؟ قال: يرخين شبرا. طبعا هذا الحديث يفيد ماذا؟ أن النساء داخلات في عموم من جر ثوبه خيلاء، وأنه لا يختص بالرجال. فلهذا سألت أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أن النساء كالرجال، فلهذا سألت، فقالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لأنه إذا كان المرأة تصنع كالرجل، وقلنا إن الرجل إزرة المسلم إلى نصف ساقيه، فإنه أو القدر الجائز إلى الكعبين، يعني ما فوق الكعبين، فإنه حتما سوف يظهر القدم، قدم المرأة. فمن حرصها رضي الله عنها على الستر والحشمة سألت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، يعني ينزل عن منتصف الساق شبر، وبناء على هذا سوف يبقى القدم منكشفا. فلهذا سألت مرة ثانية فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني حتى لو أرخت شبرا عن منتصف الساق لا بد أن الساق، ساق المرأة، يبقى منكشفا. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدن، يرخينه عن منتصف الساق ذراعا فيغطي الكعبين ولا يزدن عن ذلك. فالمهم أن تستر المرأة جميع بدنها، يعني تستر رجليها كاملة، فما زاد على ذلك فهو سرف وخيلاء. وبه يعلم أن ما تفعله بعض النساء خصوصا في حفلات الزفاف، وخصوصا العروس، من إطالة ما يسمى بفستان الفرح، بحيث يعني يسر طويلا جدا، بل ربما بعض النساء يحمنه بعدها لطوله، يفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا لا يزدن، وهذا عام، يعني لا يزدن عن ذراع، عن ذراع من منتصف الساق كما قلنا، وليس عن ذراع بعد القدم، يعني ليس ذراعا بعد ما يطأ القدم، تطأ الأرض، وإنما من منتصف الساق، والمعنى أنها تستر رجليها، القدر الذي يستر رجليها فقط. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.